أغنى منا بكثير. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال. يذكر مفسر المرأة كانت تمشي حاملة الزنبيل على رأسها، تتساقط كل أنواع الفواكه من ينعيها وطيبها في فيما تحمله على رأسها، كل صنوف النعم. جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. كل واشكر ربي يغفر لك وأنت تتمتع بالحياة. لكن فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم، سيل المدمر، دمر البلاد ودمر العباد. الله سبحانه وتعالى كان جعل لهم في الأسفار محطات للاستراحة، يعني يسافر مثلا من اليمن إلى بيت المقدس، هناك محطات استراحة، تمشي مثلا 10 كيلو تجد محطة تنزل فيها، كل 10 كيلو مثلا تنزل في المحطة، على قدر تعبك تجد محطات استراحة. قال لا، ما نريد هذا، ربنا باعد بين أسفارنا، نريد نمشي في الصحراء ونجمع الحطب ونطبخ ونتعب. قالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم، فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق، شتتهم الله شذر مذر في البلاد والعباد. منهم طائفة اسمها الأوس والخزرج كان اتجهت إلى مدينة رسول الله، وطائفة اتجهت إلى قحطان، بلاد قحطان في اليمن، تشتتوا في البلاد شذر مذر بسبب عصيانهم لأوامر الله سبحانه وتعالى. تشتتوا وتركوا البلاد، هاجروا، ما وجدوا طعاما ولا شرابا في بلادهم. وجاء منهم ناس إلى مصر هنا، وكانوا يأتون لمصر للميرة، جلب الميرة، جلب الطعام والشراب. تشتتوا في البلاد بسبب عصيانهم وتمردهم على أوامر الله سبحانه وتعالى.